اللعبة التانية أو الصورة التانية؟ الصورة التانية ماتش، لأن النقطة طبعا في أخطاء كتير في ماتش الزمالك والبنك الأهلي، ضربتين جزاء احتسبوا للبنك ضد الزمالك، وضربة جزاء المشكلة للجدل طبعا ونتكلم عنها بعد كده، لكن في نقطة محدش أخد باله منها أصلا، هي إن في طرد ل يعني حسام عبد المجيد بانذارين مدافع الزمالك. هو كان يستحق الاول ضربه جزاء، بعد كده كان يطرد من الدقيقه 30، فاول في الدقيقه 15 بانذار، وفاول في الدقيقه 25. وهنا بيسلم على الكابتن محمد ما عشان هو تم احتوائه، يعني هو بيقول شكرا على الاحتواء، لان هو يعني مش معقول على فكره حسام عبد المجيد هو كانه مع واسطه. انت تعرف ان ده السنه اللي فاتت برضو كان نفس الواقعه بالظبط مع الحكم، كان تقريبا في ماتش الزمالك وسيراميكا، ماتش الزمالك وسيراميكا، وراح للفار وقال له ان هو ده رجع في كلامه وما حسبهاش، فسجد. هو على فكره سجد سجد على ان هو فهو واضح ان هو مع واسطه مع الحكام، ان هو ما بيطردش، مع ان في انذار طرد بانذارين هنا. زي ما بقول لك برضه بنوثق بمنتهى الامانه ان الزمالك كان له ضربه جزاء، بس في الاخر بقى الحاله المشكله بقى هنا، اللي احنا نروح على الكلام المثير جدا للجدل بقى على السوشيال ميديا من امبارح، على الكلام بتاع التسريبات وتقرير الحكم والمكالمه وكلام من ده. ده اولا ياخدنا في قصه ان مطالبه الاهلي بخبير اجنبي بالظبط، بس دلوقتي بعد اللي حصل واللي انا قلته النهارده في جلسه الاستماع ده، واللي اكيد كل الناس دلوقتي بتتناقله، لان اكيد ما حدش كان يعرف لسه ايه اللي حصل في الاتحاد النهارده. انا بقول لك اتضرب كرسي في كلوب داخل الاتحاد، لان جلسه الاستماع اتقال فيها كلام عكس اللي كان بيتقال اللي فاتوا. فدلوقتي بقينا امر من الامرين، اللي قال يا يثبت يا اللجنه تعلن موقفها. بالظبط صح، لازم نشوف تسجيل يا جماعه قبل كده في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، يعني في اكتوبر اللي فات 2 اكتوبر، كان اعتذار من لجنه التحكيم في الدوري الانجليزي لنادي ليفربول على الغائهم هدف صحيح لليفربول قدام توتنهام. فليفربول ما سكتش، قال له انا عايز اسمع التسجيل الصوتي ونشروه على مبدا الشفافيه. وفعلا تم نشر التسجيل اللي كان فيه حكم الفار قال للحكم ان هو في حصل سوء تفاهم يعني، فقال للحكم ان هو لا العب بلاي اون على اساس ان هو احتسب هدف، ففوج ان هو احتسب تسلل، فهنا اعتذر لجنه الحكام لنادي ليفربول. فهل هتعتذر لجنه الحكام لنادي البنك الاهلي؟ احنا اصلا مش طرف مباشر، بس احنا بنتكلم هنا في الاخر في منافسه واحده. لا احنا طرف منافسه. انا بتكلم اهو منافسه واحده 17 اسبوع المباراه، الخصم في المباراه البنك الاهلي اكيد، فانت المفروض تعتذر للبنك الاهلي على احتساب والتناقض، ان دلوقتي حسب ما اتقال انه في الحكم لما راح شاف الحاله بغض النظر بقى عن رد الفعل الاكشن الاول، لكن هو قال له ان هو هنا الايد مبرره، وده فعلا انا قلته لحظه ما هو حسبها، قلت الايد مبرره تمام، وبالتالي هو عارف القانون، لكن لما رجع غير كلامه وعارف ايه اللي هيقول عنه اعلام الزمالك بعد المباراه، هو احتسب ضربتين جزاء، والحكم بتاع الفار محمد سلامه الشهير بميدو سلامه يعني سلمه للجمهور لما استدعاه، فهنا خلاص الحكم بيقول ان في ضربه جزاء في الدقيقة 97 للزمالك، والزمالك متعادل ومحتاج الفوز في بداية الموسم، فهنا الحكم طبيعي بيحصل بقى ضغوط عليه، وهنا كل مرة الحكم محمد عادل بيحصل معاه احتواء للزمالك، لأن أنت مش دورك، حتى لو أنت أخطأت للزمالك ضد الزمالك في الدقيقة 7 ضربة الجزاء، خلاص أنت ما بتعرفش الخطأ بخطأ، وبرضه في خطأ طرد، فهي واحدة بواحدة خلاص وخلصنا، لكن أنت جاي في الدقيقة 97 تظلم نادي البنك الاهلي اللي كان يستحق التعادل على الاداء اللي قدمه في المباراه، عشان عارف ان انت بنفسك بتقول ان هي ايد مبرره او حسب اللي احنا سمعناه. هقول لك على ايوه اللي احنا سمعناه، لان انا النهارده برضو لما بسال الناس في الاتحاد مصادرنا الحمد لله يعني مصادر ثقه جدا، قال لك ده قال في جلسه الاستماع ان هو ما حسبش ضربه الجزاء على لمسه اليد الثانيه، ده حسب ضربه الجزاء على لمسه اليد الاولى. على فكره انا مش شايف لمسه اليد الاولى خالص، انا الاولى كانت في انهي وقت او في انهي سياق؟ هو بيقول ان الكوره اللي هي جت على ايده مباشره، هي دي بيتكلموا على دي، ما جاتش في ايده، فين اللي جت؟ انا شفتها نزلت على الارض بالظبط وطبت في ايده بالظبط، بس هو بيقول كده. طب دلوقتي احنا مطلوب مننا ايه؟ البيان على من ادعى، البيان على من ادعى بالظبط كده، سواء الادعاء بتاع لمسه اليد المفروض توري لي الصوره اللي فيها الكوره نزلت على ايد اللاعب سيد نيمار من اول مره مش الارتداد، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت ما خد بالك برضه، هو الاولى دي برضه يكذبها مراجعه الفار نفسه، لان الفار كان عمال يقول له بيجيب الكره نزلت على الارض وطبت ورجعت تاني، فهي دي الفكره، ان انت الحكم احنا برضه انا اسف مش هبل يعني، انت شايف قدام الشاشه، انا شايف قدام اللعبه بيراجع ايه؟ كل مراجعه على ايه؟ ان هي الارتداد، مش بيراجع على الاولى، فاذا الواضح لينا ان هو احتسب على الثانيه مش الاولى اصلا، مفيش اولى اصلا. عشان كده القول الفصل في القصه دي اللي قال في محادثه يعلنها بالظبط، او اللجنه النهارده قبل بكره لازم يكون فيها قرار، هي بقى لازم يكون فيها توضيح قبل كده، بيان كاشف، ولو هتعرض اعرض المحادثه
عشان نعرف مين الصح ومين الغلط، زي ما كان بيعمل كلاتنبرج. زي ما كان بيعمل مارك كلاتنبرج بالظبط، هو الراجل خبير اجنبي. الاهلي اول نادي واكثر الانديه المتهمه بان هو الحكام المصريين بتجامله، هو اكثر نادي في تاريخ مصر بيطلب حكام اجانب. اول امبارح النادي بيطلب بشكل رسمي استعجال اتحاد الكوره، زي ما انت قبل كده جبت يعني اللي هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي ومددت التعاقد معاه. طيب ما هو نفس فكره اللي بقول لك، عشان ايه التحملات بتاعت الدولاريه يعني. في الاخر احنا كده كده كل الانديه متفقه او على الاقل من في الاعلام، لكن بيبقى الفرق هنا ان النادي الاهلي اللي بيقوله بيعمله. النادي الاهلي بيطلع بيان رسمي، وسبق السنه اللي فاتت برضه، وحتى مع وجود خبير تحكيم اجنبي كان الاهلي استدعى او طلب استدعاء اربع حكام لمباراه حسم الدوري، مباراتي القمه وبيراميدز والمصري. فاذا النادي الاهلي بياكد ان هو محتاج حكام اجانب، وان احنا مش بس زي ما انت قلت كده مش خبير واحد، احنا محتاج خبير ومساعدين عشان اداري مصري في وسطيهم بس ينظم العمليه. طيب هي عموما احنا مش بنتكلم عشان يقول لك انت طرف ولا مش طرف، لا احنا طرف في المنافسه والبطوله لازم تبدا بمعيار نزاهه وشفافيه، والنتيجه ممكن تكون مؤثره في مشوار الدوري. فانت من البدايه يا تشتغل صح يا فضها سيره. فالحمد لله الاهلي بيتكلم في خبير اجنبي، واحنا هنا طرحنا في فقره الفار الخميس اللي فات وشرحنا وقلنا المشاكل اللي فيها اللجنه، وسبحان الله والله يا احمد 48 ساعه وكل كلمه قلناها حصلت بالملي. فعموما هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل.